قبل ما نبتدي نشتغل على على التيبل، في بس حاجتين عايزين نظبطهم. اول حاجه ان انا عايز اغير الحته ديت، اللوكال كود ديت، فعندنا مشكله في حاله الريفرش، فهو دوت بياخد الفول يو ار ال وكمان بيزود عليه الانيشال لوكال كود. فانا ديت اقول له لو اللوكال كود بتساوي فولس، بتساوي نال، اسف، فانا ممكن انا اجي اقول له ايه، نافيجيت من غير ما تزود، خليني اقول له لوكال كود فولس من غير ما تزود اللوكال كود. فكده دلوقتي الريفرش المفروض عندي يشتغل بشكل مظبوط، يعني تعالى نجرب، من غيرها ما كانتش هتشتغل معايا. طيب الحاجه الثانيه اللي عايزين نظبطها، لو جينا فتحنا هنا وجينا عملنا سيرش على التايتل، شايفين اليوزر ليست اهي، لو جينا عملنا ريفرش هو دلوقتي بيعمل ابديت تاني اليوزر ليست، مع انه اصلا ما اتغيرش، فهو هو. فاللي احنا ممكن نعمله ايه، لو جينا فتحنا الميتا داتا بتاعتنا ديت، ممكن نيجي نعرف هنا نقول له كونست ميتا بيساوي اوبجكت، تمام. فانا هاجي اقول له ايه، والله لو ال ريف الميتا دوت تايتل بتساوي البيج تايتل، خلاص اقول له مثلا ريتيرن بيج تايتل. بخلاف كده هاجي اقول له ده بيساوي الميتا دوت تايتل، بصدق حتى ماشي خليها كده، ممكن اقول في الاخر ريتيرن بيج تايتل، ممكن اخليها بالمنظر ده، حتى ممكن اشتغل على طول بالدوكيمنت تايتل، بس خلينا انا كده دلوقتي. فانا كده خلاص اجي اقول له مثلا تايتل نال، تمام. وبرده نفس الفكره في الديسكربشن بنال، تعال نعمل نفس الابديت برده في الديسكربشن، بحيث انا مش كل شويه هقعد اغير ال اقعد اعمل ابديت وخلاص، يعني ما حصلش ابديت. هاجي اقول له اف ميتا ديسكربشن description، والله خلاص اقول له return description، تمام. دي كده عندي ده بيساوي الميتا دوت description، اقول في الاخر return description لو انا محتاج اعمله. كمان برضو تعالى نعمل update هنا، بدل ما اعملها بالمنظر ده اقول له return على طول title trans للpage title، لان انا كده كده خلاص خليت ال title ترجع لي ال string اللي هو ال title نفسه at returns string. فانا دلوقتي خلاص لو الصفحة عندي ما اتغيرش فيها التايتل، يعني انا نفس الصفحه، فانا مش يعني مش لازم كل شويه اقعد اعمل ابديت في الدوم على الفاضي. تعالى كده نبص كده دلوقتي، اجي اعمل ريفرش مفيش اي ابديت حصل عندي. فهي دي البوينت عندي، نفس القصه برضو تبقى في الايه، في الديسكربشن. فدي كده ابديت برضو صغير وسريع احنا كنا محتاجين نعمله. تعالى نفصل دي كده شويه عن تحت عشان تبقى الدنيا واضحه، دي كده برضو مظبوطه. طيب كده خلصنا الاثنين ابديتس، ان شاء الله بقى نبتدي نظبط الحتة بتاعة البيج ديت اللي هي الجزء ده، نبتدي بقى نلغيه خالص ونعمل كده كومبوننت ظريفة أو فايل ظريف كده يهندل الجزء دوت بشكل مباشر.